اهلا بحضراتكم في الشارع الابيض، وخلونا نروح لموضوع حلقتنا النهارده واللي كان بيتكلم عن تذكر معنا افضل لحظات النجم الراحل احمد رفعت في مسيرته الكرويه. تعالوا كده ناخد اجابات واراء جمهورنا اللي بعتوها على موضوع الحلقه، ونبدا من عند نونا الشيخ. تقول احمد رفعت لاعب خلوق ومحترم جدا، ولحد دلوقتي الواحد مش مصدق انه خلاص ما بقاش معانا. عمري ما هنسى هدفه في ماتش السوبر بين الاهلي والزمالك لما جاب الهدف وعمل ايديه على شكل قلب للجمهور، وهدفه في كأس العرب في مرمى السودان، وكمية الفرحة اللي كان فيها وجعت قلوبنا يا رفعت، وربنا يرحمك ويجعل مثواك الجنة. محمود أسعد، البقاء لله طبعا، بيقول ربنا يرحمه ويصبر أهله ويصبر محبيه. أحمد رفعت على المستوى الشخصي لاعب خلوق، وأكيد كلنا هنتذكر له الخير دايما، واهدافه ومهاراته اللي محدش يختلف عليها، وهدفه مع المنتخب في كأس العرب هدف جميل جدا، وربنا يجعل الفرحة اللي تسبب فيها للجمهور تكون في ميزان حسناته. عبد الله اللباني بنصبح عليك، وبيقول هدفه في ماتش السوبر في الاهلي لما لعبنا ضربات جزاء، والهدف الرابع في الداخلية في الوقت الضايع، وهدفه الرائع في السودان وكمية الفرحة اللي كان فيها. فعلا كان لاعب خلوق ومحترم ومحبوب من الناس، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويجعل قبره روضه من رياض الجنه ويصبر اهله يا رب. احمد يسري بيقول عمري ما هنسى الهدف الرابع في الداخليه، كان في الدقيقه الاخيره من الوقت المحتسب بدل الضائع، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناتي ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان. ساجد وائل بيقول اللهم ارحمه واغفر له واسكنه الفردوس الاعلى يا رب. الذكرى الحسن هي هدفه في الداخليه في اخر الدقائق، وهدفه في ركلات ترجيح الزمالك والاهلي في السوبر المصري عام 2017. يونس ابو فريح بيقول اول حاجه ان لله وانا اليه راجعون، لله ما اخذ ولله ما اعطى، أسأل الله العظيم أن يرحمه برحمته. وأفضل لحظات أحمد رفعت لما كان مع الزمالك نسخة 2016، كان لاعب كبير ونجم بمعنى الكلمة، الله يرحمك يا أحمد ويجعل مثواك الجنة، وتحياتنا ليك يا يونس. محمد يونس بيقول أحمد رفعت كان لاعب محترم جدا وكان موهبة عالية، ولكن هكذا هي سنة الحياة فكلنا راحلون، نسأل الله له المغفرة والرحمة ولأهلي الصبر والسلوان. محمد عبد الجواد الحضري بيقول هدفه في السودان من ضربة حرة بترتد من العارضة وتجيله تخش جول، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناتي ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. يعني أكيد بنشكر أكيد كل جمهورنا على السوشيال ميديا وعلى رسائلهم، وأكيد يعني في الوقت الحالي عدد كبير جدا من الأندية وعدد كبير جدا من المؤسسات والشخصيات العامة والمشاهير بقى، سواء في الكورة سواء في الفن سواء في أي مهنة موجودة، حتى الأندية العربية ونادي الوحدة اللي أحمد رفعت يعني كان موجود فيه في وقت من الأوقات، ونادي أشبيلية الأسباني، أستون فيلا الإنجليزي، كل المؤسسات وكل الأندية المصرية، وزارة الشباب والرياضة، ومعالي الوزير الدكتور أشرف صبحي يعني نزل له طبعا نعي، واتحاد الكوره نفس الكلام، ورابطه الانديه نفس الكلام زي ما انا قلت، وقررت تاجيل مباراه مودرن سبورت النهارده مع نادي المقاولين العرب. كل الانديه المصريه الكبيره بقى على راسها طبعا الزمالك والاهلي وانبي والمصري والبيراميدز والاتحاد كمان كان موجود فيه ولعب مع نادي الاتحاد السكندري في فتره من الفترات. احمد رفعت زي ما انا قلت مثال كان اللاعب الخلوق واللاعب المحترم، ويمكن كمان يعني زمايله بقى في المنتخب وزمايله في الكوره عامه هنا عندنا في مصر، طبعا محمد صلاح نجمنا يعني نعى اللاعب ونزل له زي يعني تعزيه لعيبه. على فكره يا جماعه في الحاجات اللي هي مش عارفه هي تقول ايه، مش عارفه تعمل ايه، وزيزو وتريزيجيه والنني ومصطفى محمد كل اللعيبه زمايله ولا حتى مش زمايله، زي ما بقول لحضراتكم يعني خبر كان وما زال صادم جدا لكل الناس في الوسط الرياضي في أي وسط موجود في مصر، لكن دايما هتكون ذكراه العطرة هي اللي موجودة، أخلاقه واحترامه وتفانيه في عمله
واهدافه اللي عمرنا ما هننساها، سواء مع الانديه اللي لعب فيها او مع منتخبنا الوطني. يعني بصراحه شهادتنا احنا بالذات مجروحه في اللاعب، واحنا مهما اتكلمنا عليه مش هنديله قدره ولا هنديله حقه من كل الحاجات الايجابيه والحاجات المميزه اللي كانت في شخصيته قبل ما تكون كانت في موهبته كلاعب كره قدم. ف مره تانيه وتالته وعشره ومليون، ربنا رب يا احمد يرحمك ويغفر لك ويجعل مأواك الجنه ونعيمها. وان شاء الله بعد يعني دقائق بسيطه هتكون صلاه الجنازه في مسقط راسه في كفر الشيخ، وهيكون بقى في الى يعني مثواه الاخير. نتمنى ان شاء الله يعني تواجد بقى الكثير من كل النجوم وكل نجوم قطاع الرياضه واي حد طبعا، وكل الناس اللي كانت بتحب احمد رفعت. ويعني سواء بقى الدوري يا جماعه كمل سواء ما كملش، احنا بنتمنى حاجه تبقى اقل حاجه نقدر نقدمها لاحمد رفعت ان الدوري ده يتسمى دوري اللاعب الخلوق اللاعب المحترم احمد رفعت. ويمكن دي اكيد حاجه اكيد يعني مش محتاجه بقى ان المسؤولين يدرسوها او المسؤولين يتناقشوا فيها، لكن دي المفروض تحصل، ودي اقل حاجه ان شاء الله باذن الله ممكن نقدمها لواحد من اللعيبه المحترمه. وبمناسبه كمان تاجيل مباراه مودرن سبورت ومباراه المقاولين العرب، يعني انا كان عندي راي او ممكن ناس كثيرة تتفق معايا في الراي ده، ان المباريات النهارده كلها تتلغي. والله لو مباريات بكره كمان كلها تتلغي، اصل ما احنا كده كده بناجل وكده كده من يعني بنقعد نعمل حاجات لاسباب ما لهاش لازمه. لكن ده حدث صادم، حدث مهم بقى بمعنى الكلمه، حدث يعني اصلا اللعيبه مش هيبقى ليها نفس يا جماعه، هي بس القصه مش في مودرن سبورت او اللعيبه اللي كانت زمايل احمد في الفريق، لا هي كل الفرق وكل اللعيبه اللي موجودين في كل الانديه المصريه. ما حدش هيبقى ليه نفسه ولا ان هو يلعب ولا ان هو يجري ولا ان هو يبقى عنده حماس ولا ان هو يبقى يعني بيلعب كده من قلبه مثلا عشان يحقق اي حاجه لفرقته، عشان زي ما انا بقول لكم وانتوا اكيد يعني عارفين وشايفين وحاسين ان هو بالنسبه لكم خبر صادم وخبر محزن ومفاجأة، لكن ما يعزش على اللي خلقه أي حد فينا، وارد إن هو يتوفى الله في أي لحظة. ويمكن ده زي ما أنا قلت لكم يعني بيخلينا نراجع نفسنا بقى، الصراعات والخلافات والخناقات والمشاكل اللي بيننا ملهاش أي لازمة في ظل إن العمر في ثانية ممكن ما تبقاش موجود. يعني دي حاجة أكيد الناس كلها دايماً بتفكر فيها وحاجه دايما موجوده في حياتنا، وزي ما شفنا امثله قبل كده كتير. فيمكن دي حاجه برضو ممكن تخلي الناس تراجع نفسها ببعض الخلافات الشخصيه وبعض الحاجات اللي بيعملوها اللي ملهاش اي مبرر ولا ليها اي لازمه. لكن اخيرا بنتمنى ان النهارده اليوم الكروي في مصر يتلغي، بنتمنى ان الاسبوع بقى النهارده كله يتلغي سواء النهارده او بكره، عشان زي ما انا بقول لكم حتى لو الماتشات اتلعبت بس هتحسوا ان الماتش ملوش ولا طعم ولا ريحه ولا لون بسبب طبعا المصاب بالنسبه لنا، وهو وفاه اللاعب الخلوق اللاعب المحترم اللاعب الكبير اللاعب المهذب اللي ملوش اي مشكله سمعناها ولا عمره عمل اي مشكله ولا عمره افتعل اي ازمه. ده كلام بقوله مش عشان يعني احمد ربنا يرحمه، لا ده كلام فعلا، هو لعيب عمرنا ما شفنا له الكلام اللي انا بقوله ولا شفنا له اي مشكله ولا شفنا له حتى اي تصريح ولا اي خناقه مع حد سواء في المنظومه او بره المنظومه. فربنا يرحمك يا احمد ويصبر اهلك ويجعل مأواك الجنه، وكل حاجه عملتها ان شاء الله ومرضك الاخير يكون في ميزان حسناتك.